إنسان حيوان يعتمد على التوقيت. يعني إحنا عندنا الآن عامل يأجر روحه لساعات على الوقت. عندنا آجال للبيوع، آجال للرهن، آجال لأفرض للعقود الأخرى. أكو عقود مربوطة بالآجال، والأجل لابد من تحديد حصة من الوقت. الحصة من الوقت طبعا تتأثر بالليل وبالنهار، وتلقى الليل والنهار هذني يحددن. شي يحددن؟ يحددن الآجال، يعني أجل البيع، أجل الشراء، أجل أفرض الحاج، أجل وقت الصلاة أفرض، أوقات الصيام، الشهر شهر الصيام. كل هذا يعتمد على الوقت، على تخصيص الوقت إلى ليل وإلى نهار، حتى أجل العمر. عينا العمر هم أيام وليالي، مو الشكل. تظل هالأيام والليالي تأكل منين؟ تأكل من عمر الإنسان، تبقى تأكل من عنده إلى أن تستنفذ هذا الخزين. إذا استنفذت فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستأخرون.